اطفال ثانوي ايه الاخبار يا رب كل حاجه تكون ماشيه معاكم كويس ان شاء الله في الفيديو ده هناخد بارت 2 في ريفيجن الكالكلس ان شاء الله نبدا ب بارت 1 في الريفيجن هنتكلم عن الانتجريشن وهنا هيبقى منهجك خلص كادبي لكن علمي هيكمل معانا بارت 2 وبارت 3 تعالى كده افكرك بالانتجريشن انتجريشن كان عكس الديريفاتيف الانتجريشن عكس الديريفاتيف يعني سي مثلا انا بعمل ديريفاتيف لفانكشن عايز اجيب اصلها تاني عايز ارجع لاصلها تاني بعمل لها انتجريشن اولا الانتجريشن كان لو مديني اكس عليها باور كنت بزود على الباور ده واحد واقسم على الباور الجديد في الاخر خالص اكتب له بلس سي يبقى حضرتك هتقدر تاخد اي فاريبل يدهولك طالما مديك دي الفاريبل دي بره تزود على الفاريبل ده 1 وتقسم على الباور الجديد تاني حاجة كان عندنا لو لو عندي براكت عليه باور براكت عليه باور والفانكشن اللي جوه البراكت لينير فانكشن لازم تبقى لينير فانكشن بس عايز تعمل لها انتجريشن بتزود على البراكت ذات نفسه 1 الباور اللي على البراكت 1 وتقسم على الباور الجديد في ديريفاتيف ما بداخل البراكت يعني حضرتك هتاخد البراكت تزود عليه 1 الباور اللي على البراكت هتزود عليه 1 تقسم على الباور الجديد وتضرب تحت او اكنك بتعمل ديفايدد الدريفاتيف بتاع اللي جوه البراكت اخر لو خالص لو حضرتك عندك براكت عليه باور و بره البراكت هنا بقى مش شرط تبقى لينير وبره البراكت الدريفاتيف بتاع اللي جوه البراكت تقدر على طول اكنك مش شايف الدريفاتيف بتاع البراكت وتزود على البراكت باور 1 وتقسم على الباور الجديد وخلاص مفيش هنا ديريفاتيف ما بداخل البراكت تمام هم دول الثري لوز اللي عليك تعال نشوف اكزامبلز بص كده اول اكزامبل مديك الشكل ده وبيقول لك زين الكي ايكوال اولا هو مديك انتجريشن اكس باور كي خلاص بدل انتجريشن اكس باور كي يبقى انا هروح اعمل للشكل ده انتجريشن واساويه باللي هو بيقول لي عليه تعال نعمل انتجريشن للشكل ده اتفقنا هاخد الباور ازود عليه واحد واقسم على الباور الجديد بلس السي ما تنساهاش الكلام ده بيساوي 1 over 3 x power 3. تعال نقارن بقى حضرتك هنا دي أكنها بالظبط 1 over k plus 1 x power k plus 1 plus c. هي هي 1 over c x power 3 plus c. ال دي زي ال دي. وهنا بص 1 over k plus 1 هنا 1 over 3. يبقى عندي ال 1 over k plus ال 1 1 over 3 فده معناه ان كي بلس ال1 ايكوال 3 فالكي تبقى ايكوال 2 يبقى انت عندك الكيب الكي بكام؟ الكي ايكوال 2 اللي هي نمبر سي نمبر 2 مديك براكت عليه باور وجوه البراكت دي لينير فانكشن خلاص المساله بسيطه هروح ازود على البراكت باور 1 يعني بدل ما تبقى 6 هتبقى 7 واقسم على الباور الجديد في ديريفاتيف ما بداخل البراكت اللي هو 2 وما تنساش بلس السي يبقى حضرتك هنا الشكل بتاع 2x ماينس 5 الاول باور 7 في هنا 7 ملتبلاي 2 دي هتديك 14 فيبقى الانسر بتاعي 1 على 14 في 2x ماينس 5 الاول باور 7 بلس السي اللي هي نمبر بي تعال نشوف اكزامبل نمبر 3 مديك الشكل ده وبيقول لك عايز يعمل له انتجريشن اولا دي ولا اي شكل من الثلاثه اللي احنا متفقين عليهم فلازم تحوله لشكل من الثلاثه اولا دي اقدر اخليها كده 2x 1 الاول باور هاف مظبوط يبقى اللي فوق ده لو تعرف تحوله للمنظر اللي تحت ده حوله طب احوله ازاي يعني يا مستر قال لي سهله اضرب كل اللي فوق في 2 تضرب كل اللي فوق في 2 فتبقى 2x ماينس 1 بص البراكت تحول ازاي؟ اه صح بس هل ينفع تضرب فوق في 2 بس؟ كده انت غيرت في الفاليو في القيمه بتاعه المساله فما ينفعش فحضرتك هنا لازم كمان تضرب بره في هاف لان لما تضرب بره في هاف وجوه في 2 اكنك ما عملتش حاجه في الفاليو بتاعت السؤال طب ما خلاص البراكت ده عليه باور 1 وهو هو نفس البراكت تحت عليه باور هاف ها ماينس الباورات فيبقى 2 اكس ماينس 1 1 ماينس هاف يديني هاف وبره انا في هاف ما تنساهوش تعالى بقى اعمل حضرتك انتجريشن للشكل ده بمنتهى السلاسه هعمل انتجريشن ازاي اللي جوه البراكت دي لينير فانكشن مظبوط يبقى حضرتك هنا هتاخد البراكت هتزود عليه واحد يعني هاف بلس 1 هيديك 3 اوفر 2 وتعمل ديفايدد 3 اوفر 2 اللي هو الباور الجديد ملتبلاي دريفاتيف ما بداخل البراكت اللي هو 2 بلس سي وحضرتك ما تنساش ان فيه هاف بره دي ما تتنسيش يعني حضرتك كمان هتضرب في هاف طب ما خلاص 2 مولتبلاي 3 اوفر 2 ال 2 دي هتروح مع دي و 3 مولتبلاي 2 هيديني 6 يبقى كل اللي تحت ده ب 6 حلو قوي يبقى الشكل بتاعي اكنه بالظبط 1 اوفر 6 في 2x ماينس 1 الاول باور 3 اوفر 2 بلس السي تعالى بقى شوف انهي التشويسز من اللي عندك، طبعا حضرتك ما عندكش الشكل ده لان هنا ممكن تحول الشكل ده لسكوير روت جواها براكت عليه باور 3، يعني هنا انت كنت بتاخد الباور اللي جوه على الباور اللي بره هي دي اللي هي نمبر بي. تعالى نشوف نمبر 4 انتجريشن الشكل اللي قدامك ده، ده برضو شكل انا مش متعود عليه. طيب هعمل ايه؟ حضرتك هنا تقدر توزع الدينومينيتور على الاثنين يعني دي تبقى x سكوير اوفر x بلس 3x اوفر x إكس. حلو x سكوير اوفر x إكس هيديني x إكس. 3x إكس اوفر x هيديني 3 تعالى بقى حضرتك اعمل للشكل ده انتجريشن هزود هنا على الباور واحد فتبقى x باور 2 اوفر 2 بلس ال 3 هلزق فيها x فهتبقى 3x اي رقم الزق فيه x بلس السي طبعا يبقى حضرتك الشكل بتاعك هاف x سكوير بلس 3 اكس بلس السي اللي هي نمبر بي بس كملها تمام تعال نشوف الاكزامبل اللي بعده اكزامبل نمبر 5 مديك المنظر ده وبيقول لك عايز الايه بكام طيب اولا الشكل ده مش مألوف بالنسبة لي لان لازم لو اللي جوه لينير هعرف اتعامل لو اللي جوه مش لينير فلازم يبقى فيه دريفاتيف اللي بره طب هل اللي بره ده ديريفاتيف اللي جوه الروت؟ لا طب ما تيجي تبص معايا كده ايه رايك لو حولت الروت دي لبراكت عليه باور الباور اللي جوه على الباور اللي بره تمام ودي اكس عايز اعمل لها انتجريشن فلازم دي تبقى ديريفاتيف اللي جوه البراكت طب ديريفاتيف اللي جوه البراكت كام؟ 2 اكس طب ما تخلي دي 2 اكس ايه المشكله؟ الزق إيه فيها 2 الزق فيها 2 بس كده لا تضرب بره كمان في هافر. عشان يبقى مغيرتش حاجه في الفاليو بتاعه مسالتي تعالى بقى حضرتك هنا اعمل لي انتجريشن بمنتهى السلاسه لما يبقى عندي اللي جوه البراكت الديريفاتيف بتاعه بره قلت لك خد البراكت زي ما هو زود عليه واحد زود على الباور بتاعه 1 واقسم على الباور الجديد وشكرا خلاص طبعا الكلام ده مضروب في هاف حلو قوي هاف ملتبلاي 3 اوفر 2 ال2 هتروح مع ال2 فيطلع الانسر بتاعي 1 over 3 في x سكوير ماينس 15 باور 3 اوفر 2 بعد كده هو قال لك عايز الايه؟ تعالى رجع دي لاصلها دي اكنها روت جوه الروت في براكت عليه باور 3 وبره في سكوير root ودي 1 over 3 زي ما هي. دي أوه. هي دي وهو قال لك الاثنين بيساوي بعض يبقى ال a بتساوي 1 over 3 اللي هي نمبر a. نشوف اللي بعده. integration x بلس 2 في x ماينس 2 دول تو براكت معمول لهم multiply طب ما تضربهم في بعض اضرب الاول في الاول يديك x سكوير اضرب الاول في الثاني يديك نيجاتيف 2x اضرب الثاني في الاول هيديك 2x اضرب الثاني في الثاني هيديك نيجاتيف 4 طبعا هيطلع اكس سكوير ماينس 4 وممكن على طول تضرب الاول في الاول والثاني في الثاني لان دول بينا وبين بعضينا بنسميها كونجكت لبعض دام عكس بعض في الاشاره اللي في النص تعرف بقى حضرتك تعمل انتجريشن للشكل ده قال لي اه عايز اعمل انتجريشن للشكل ده يبقى هزود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد ماينس 4 اكس بلس سي اللي هي نمبر ايه نمبر بي تعال نشوف نمبر 7 2x plus 3 باور 4 وعايز اعمل لها انتجريشن اللي جوه البراكت لينير اه يبقى اقدر ازود اخد البراكت زي ما هو ازود عليه 1 فيبقى باور 5 على ال 5 ملتبلاي ديريفاتيف ما بداخل البراكت اللي هو 2 بلس السي فالشكل ده ممكن يبقى 1 over 10 في 2x plus 3 باور 5 بلس السي يبقى 1 over 10 2x بلس 3, plus 3 الأول بار 5 بلس السي اللي هي نمبر بي. نشوف اللي بعده. إف إكس إيكوال انتجريشن 1 أوفر إكس. عايز إف ده شوف طب ما أنا ممكن آخد اللي جوه الإنتجريشن على طول عوض فيه. إيه ده بس كده؟ آه طبعًا يطلع 1 على 2. إزاي يا مستر؟ يا حبيبي ما أنا قلت لك الإنتجريشن عكس الدريفاتيف، يعني أنا هنا أصلًا لما بعمل إنتجريشن برجع الفانكشن لأصلها. أمال هي كده معمول لها إيه؟ معمول لها طب ما خلاص يبقى انا اقدر اخد اللي جوه الانتجريشن اعوض ب2 يديك الانسر 1 اوفر 2 شوف اللي بعده انتجريشن اف اوف اكس دوت اف داش اوف اكس اولا لما بيبقى عندي لينير فانكشن لينير فانكشن مضروبه في الديريفاتيف بتاعها قلت لك ولا اكنك شايف الديريفاتيف خد الفانكشن بتاعتك زود او البراكت بتاعك زود عليه 1 فيبقى باور 2 وقسم على الباور الجديد بلس سي وريح دماغك فالأنصر بتاعك يبقى هاف اف اكس سكوير بلس السي c اللي هي نمبر بي، تعال نشوف نمبر 9 بيديك 2 ساين 1 اوفر 6 باي، وعايز يعملها انتجريشن، هيطلع الانسر ايه؟ الانسر بتاعي هيطلع بـ x، ليه يا مستر هيطلع باكس حضرتك كده ممكن تحسب لي ساين 1 اوفر 6 مولتبلاي 180، يعني 180 اوفر 6، 180 اوفر 6 هيديك ساين 30 ساين 30 بهاف هاف ملتبلاي 2 هيديك 1 يبقى انت عايز اصلا من كل ده تعمل انتجريشن لل1 طب ما انتجريشن اي رقم هلزق فيه اكس بلس سي صح ومديك بلس سي فيطلع الانسر بتاعك اكس الاكزامبل اللي بعده انتجريشن 2 اكس بلس 1 باور نيجاتيف 4 حضرتك اللي جوه البراكت اللي عليه باور هل فانكشن اه يبقى اقدر اخد البراكت زي ما هو ازود عليه 1 فيبقى نيجاتيف 3 اوفر نيجاتيف 3 ملتبلاي ديريفاتيف ما بداخل البراكت بلس السي هنا نيجاتيف 3 ملتبلاي 2 يديك نيجاتيف 6 يبقى دي اكنها بالظبط نيجاتيف 1 على 6 في 2x بلس 1 الاول باور نيجاتيف 3 بلس السي تمام؟ تعالى بقى حضرتك بص هنا نيجاتيف 1 اوفر 6 2x بلس 1 باور نيجاتيف 3 بلس سي اللي هي نمبر سي تعال نشوف اكزامبل نمبر 11 مديك البراكت عليه باور 5 واللي جوه البراكت لينير فانكشن هستاذنك بس زود هنا بلس سي عشان نعرف نشتغل تعال بقى اشتغل هنا 2x بلس 1 الاول باور 5 حضرتك هنا هتاخد البراكت زي ما هو هتزود عليه 1 تقسم على الباور الجديد ملتبلاي ديريفاتيف ما بداخل البراكت اللي هو 2 بلس سي فحضرتك الاختيار اللي عندك هيبقى 1 over 12 في 2x بلس 1 الأول باور 6 بلس سي اللي هي نمبر دي نمبر 12 x سكوير في 4x ماينس 1 over x سكوير اقدر ادخل الكلام ده على البراكت x سكوير في 4x يديني 4x الأول باور 3 ماينس x squared في 1 over x squared يديني نيجاتيف 1 يبقى انا هعمل انتجريشن للشكل ده، أعمل انتجريشن للشكل ده ازاي؟ هزود على الباور واحد وأقسم على الباور الجديد، ماينس 1 هلزق فيها x بلس السي، طبعا ال 4 دي هتروح مع ال 4 دي، الأنسر هيطلع x باور 4 ماينس x بلس السي، تعالى نشوف بقى أنهي في الـ Choices، هتلاقيها نمبر بي 13 اكس سكوير بلس 2 اكس عايز اعملها انتجريشن نفس الفكره هزود على الباور 1 واقسم على الباور الجديد بلس 2 اكس باور 2 اوفر 2 بلس السي عايز تظبط شكلها عن كده فممكن تخليها 1 اوفر 3 اكس باور 3 بلس اكس سكوير بلس السي تمام شوف اللي بعده انتجريشن 2 اكس بلس 3 الاول باور 4 اقدر اخد البراكت اهو زي ما هو بدل اللي جواه لينير فانكشن ازود على البراكت باور 1 واقسم على الباور الجديد اللي هو 5 ملتبلاي ديريفاتيف ما بداخل البراكت اللي هو 2 بلس سي حضرتك هنا تقدر كمان تكتبها كده 1 اوفر 10 في 2x بلس 3 الاول باور 5 بلس سي تمام نشوف اخر اكزامبل في الجزء ده انتجريشن كيوبيك روت 9x ماينس 1 اقدر احول الكيوبيك روت لبراكت عليه باور 1 اوفر 3 مظبوط اعمل انتجريشن اللي جوه البراكت لينير فانكشن اه يبقى اقدر ازود على الباور 1 فيبقى 9x ماينس 1 لما اعمل 1 اوفر 3 بلس 1 يديك 4 اوفر 3 حلو حلو وهقسم على الباور الجديد يعني هقسم على 4 اوفر over 3 multiply derivative ما بداخل البراكت اللي هو 9 هنا بلس السي، حلو قوي، اعمل 4 over 3 multiply 9 هتلاقيها طالعه ب 12، فيبقى عندي 1 over 12 في 9x 1 ال all power 4 over 3 بلس سي، ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها 1 over 12 في كيوبك روت 9x minus 1 الأول باور 4 بلس C ليك حرية الاختيار طول ما السؤال بتاعك مقالي إنما لو تشوز فأنت هتدور على الشكل اللي إحنا حلين بيه أني واحد من دول والحد هنا بفضل الله يكون منهجك خلص كأدبي علمي لسه ليك تو بارتس تعال معايا بقى علمي يكمل معانا حضرتك هنا بارت 2 هنتكلم على الديريفاتيف اوف تريج فانكشن حضرتك الدريفيتيف بتاع التريك فانكشن يعني دريفيتيف الساين والكوزين والتان دريفيتيف الساين كوزين دريفيتيف الكوزين نيجاتيف ساين دريفيتيف التان سيك سكوير تمام أسأل ما تعمل دريفيتيف للتريك فانكشن لازم تعمل دريفيتيف الانجل الاول يبقى تاخد الانجل اللي جوه الساين او الكوزين او التان تعمل لها دريفيتيف وبعد كده تعمل دريفيتيف للتريك فانكشن بتاعتك عادي جدا وتنزل الانجل جواها زي ما هي تمام افكرك بشويه حاجات كان ديريفاتيف السكوير روت حضرتك بتاخد ديريفاتيف اللي جوه الروت فوق على اتنين الروت زي ما هو تحت وبدام جبنا سيرة ساين كوزاين تان فلازم تفتكر قوانين السنه اللي فاتت اللي هو مثلا الكوزاين هي 1 على سيك الساين هي 1 على كوزك التان هي ساين على كوزاين او 1 على كوتان او سيك على كوزك الكوتان هي كوزاين على ساين او 1 على تان او كوزك على سيك الـ أي تو ريس هضربهم في بعض يديني 1 زي كوزاين في سيك زي ساين في كوزيك زي تان في كوتان كل واحد فيهم يديني 1 تاني نكمل وكمان عندك الاكس سكوير بلس الواي سكوير ايكوال 1 يعني كوزاين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا ايكوال 1 او كوزاين سكوير بتساوي 1 ماينس ساين سكوير او ساين سكوير بتساوي 1 ماينس كوزين سكوير وعندك الكوزك بتساوي الكوزك سكوير بتساوي 1 بلس كوتان سكوير والكوتان سكوير بتساوي كوزك سكوير ماينس 1 والكوزك سكوير ماينس كوتان سكوير تساوي 1 وكان عندي السيك سكوير بتساوي 1 بلس تان سكوير والتان سكوير بتساوي سيك سكوير ماينس 1 والسيك سكوير ماينس تان سكوير يديك 1 طول ما الانجل اللي جواهم واحده وده شرط شرط ان الانجل اللي جواهم تبقى واحده طيب تمام تعال طيب، نشوف اول اكزامبل يقولك لك اف الواي ايكوال 10 اكس ذن dy over dx دي اكس لسه قايلين ديريفاتيف التان هي سيك سكوير الاكس حلو قوي يبقى انت عندك الدي واي على الدي اكس هي سيك سكوير طب دي موجوده في اللي تشوز لا بس يا مستر حضرتك لسه قايل لي من شويه ان سيك سكوير بتساوي 1 بلس 10 سكوير اه مظبوط يبقى 1 بلس 10 سكوير اكس طب دي انهي واحده برضو مش موجود لا موجود لان انت عندك التان 10 بتساوي الواي فممكن اشيل التان 10 سكوير احط مكانها واي سكوير ما هي ال بتساوي واي يعني ال سكوير بتساوي واي سكوير فالانسر يطلع 1 بلس واي سكوير رائعه نشوف اللي بعده y equal سين 2x زين dy y over dx ات الاكس باي اوفر 6 حضرتك اتفقنا عشان نجيب الدي واي اوفر دي اكس لازم اعمل ديريفاتيف الانجل الاول ديريفاتيف ال 2 x 2 حلو وديريفاتيف الساين كوزاين وادي 2 x تنزل زي ما هي وبعدين قال لك شيل الاكس وحط باي اوفر 6 يبقى انا عندي دي 2 كوزاين هشيل الاكس احط باي اوفر 6 طبعا الباي لما اجي اشيلها جوه ساين او كوزين او تان هحط مكانها 180 فدي اكنها بالظبط 2 ملتبلاي 180 اوفر 6 احسب بقى الكلام ده هتلاقي الانسر بتاعك طالع ب1 اللي هي نمبر بي شوف الاكزامبل اللي بعده بيقول لك ذا سلوب اوف تانجنت تو ذا كيرف واي ايكوال ساين 2 اكس ات الاكس ايكوال باي اوفر 2 تاني هعمل نفس اللي عملته حضرتك عايز الواي داش المسلوب اوف تانجنت هو الديريفاتيف يبقى عشان اجيب السلوب اوف تانجنت هعمل دريفاتيف للانجل الاول فيديني 2 كوزين 2 اكس هشيل الاكس احط مكانها باي اوفر 2 يعني 180 اوفر 2 يعني 2 كوزين 180 ليه 180؟ لان انا لما احط هنا 2 وهقسم على 2 ال 2 دي هتروح مع ال 2 دي فكوزين 180 بنيجاتيف 1 ون ونيجاتيف 1 ون ملتبلاي 2 هيديك نيجاتيف 2 فالانسر يطلع نيجاتيف 2 اللي هي نمبر دي نشوف اللي بعده دي اوفر دي اكس ساين باي اوفر 6 ساين باي اوفر 6 هي الباي اتفقنا ب 180 اوفر 6 طب ما 180 اوفر 6 يعني 30 وساين ال 30 بهاف ايه ده ايه ده ايه ده انت عايز نعمل ديريفاتيف للهاف طب ما ديريفاتيف اي رقم بزيرو يبقى الديريفاتيف هنا بزيرو تعال نشوف اكزامبل نمبر 5 y equal to x sin x cos x. اه ترجع لقوانين التريج فانكشن بتاعت الدبل اوف انجل. حضرتك هنا لو بصيت دي ساين في كوزين وجواها نفس الانجل كنت اقول لك تقدر تقسم بره على 2 وتخليها ساين وتضرب الانجل جوه في 2 فتبقى ساين 2x واما اقسم بره على 2 يتفضل x بس فتحول الشكل بتاعي لx x 2x. طب ما x سين 2x دول تو فانكشن معمولهم ملتي لما اجي اجيب لها الدي واي اوفر الدي اكس يعني هعمل فور بريكتس بينهم بلس هثبت واحد واعمل دريفيتيف للتاني هثبت الاكس اعمل دريفيتيف للساين يديك 2 وكوزاين 2 اكس هثبت الساين الناحيه الثانيه واعمل دريفيتيف للاكس هيديني 1 وبعد كده بيقول لك شيل الاكس حط باي اوفر 2 يبقى انا هنا شيل اكس احط باي اوفر 2 وهنا جوه الكوساين هشيلها احط 180 لما اشيلها احط 180 واحسب دي هتلاقيها طالعه بنيجاتيف 2 بلس 1 في ساين 2 اكس يعني تطلع ساين 2 في باي اوفر 2 باي اوفر 2 يعني 90 ومضربها اضربها في 2 برضه هتطلع 180 يعني اكنك بتجيب ساين 180 وساين 180 بزيرو فهنا باي اوفر 2 ملتي بلاي نيجاتيف 2 هيديك هنا نيجاتيف باي يبقى الفاينل ريزلت بتاعي نيجاتيف باي اللي هي نمبر 8 نمبر 6 الواي ايكوال ساين اكس زين واي داش ديريفاتيف الساين كوزاين اكس هل دي موجوده عندك في تشوز؟ لا مش موجوده بس تعال ندور على الشبيهه ليها واي في كوزين اكس لا دي هستبعدها لان دي كوزين اكس بس طب واي في تان اكس تعال كده نشوف اولا الواي عندك هنا هي بساين اكس لما تضربها في تان طب انا ممكن اشيل التان احط مكانها ساين على كوزين طب ما ساين في ساين يديني ساين سكوير اكس على كوزين اكس هل دي هي دي لا برضو فدي هستبعدها طبعا هتطلع سي تعال بقى نشوفها ازاي حضرتك عندك الواي بساين اكس الكوتان هي كوزاين على الساين فانت بتعمل ملتبلاي فالساين تروح مع الساين تلاقي اللي فضل ايه الكوزاين اللي انت مطلعها اهي فتطلع الانصر بتاعتك نمبر سي تعال نشوف نمبر 7 الواي ايكوال كوزين سكوير اكس اوفر 1 بلس ساين اكس ايه رايك لو فكيت كوزين سكوير اكس خليتها 1 ماينس ساين سكوير اكس حد عنده اعتراض لا مفيش اي اعتراض وانا لحد دلوقتي لسه ما عملتش ديريفاتيف تحت في 1 بلس ساين الاكس ايه رايك لو فوق عملت فاكتوريزيشن هنا 1 هنا 1 ماينس بلس لان اللي فوق هنا بالنيجاتيف وهنا ساين اكس وهنا ساين اكس وتحت في 1 بلس ساين اكس طبعا دي هتروح مع دي لانهم شبه بعض يبقى انا هنا هعمل ديريفاتيف للشكل ده بس ديريفاتيف ال1 0 ديريفاتيف النيجاتيف ساين نيجاتيف كوزاين لان ديريفاتيف الساين كوزاين وفي نيجاتيف فيطلع الانسر بتاعك نيجاتيف كوزاين اكس اللي هي نمبر دي نمبر 8 الواي ايكوال كوزاين اكس زين واي ماينس واي داش ايكوال اولا تعال نجيب الواي داش الواي داش الكوزاين الديريفاتيف بتاعها نيجاتيف ساين تعال بقى اعمل لي واي ماينس واي داش الواي هي كوزاين اكس ماينص الواي داش هي ساين اكس يبقى حضرتك عندك كوسين اكس ماينص ساين اكس اللي هي نمبر بي طيب تعال نشوف نمبر 9 دي اوفر دي اكس tan باي اوفر 4 10 باي اوفر 4 يعني بالظبط اكنك بتقول لي tan 45 طب ما tan 45 1 ودريفاتيف اي رقم في الدنيا بزيرو لإن هنا هنا هعمل ديريفاتيف أصلا للرقم. نمبر 10 الواي إيكوال سك إكس عايز الواي داش، ديريفاتيف السك معلومة ليك تبقى سك تان وتعالى أكتبها لك برضو هنا يمكن تحتاجها الديريفاتيف بتاع السك والكوزك والكوتان المفروض الكلام ده عندك في ثالثة ثانوي بس مادام في بنك المعرفة جاب أسئلة عليه فاحتمال يجي لك في الامتحان. ديريفاتيف السك سكتان ودريفاتيف الكوزك نيجاتيف كوزك كوتان ودريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوزك سكوير تمام دول هو الموضوع مش صعب ممكن حتى تخليهم قدام عينيك اهم يعني لو صدفت وجات لك ديريفاتيف السيك سكتان تان ديريفاتيف الكوزك نيجاتيف كوزك كوتان ديريفاتيف الكوتان نيجاتيف كوزك سكوير وبكده نكون خلصنا بارت 2 تعال نخش على بارت 3 تعال نشوف بارت 3 بيتكلم على الانتجريشن اوف ترجنومتريك فانكشن اولا تعال نشوف الترجنومتريك فانكشن اللي عندنا اللي بنعمل لها انتجريشن الساين الانتجريشن بتاعها نيجاتيف كوزاين الكوزاين الانتجريشن بتاعها ساين السيك سكوير الانتجريشن بتاعها تان غير كده مش هعرف اعمل انتجريشن ودايما بتروح تعمل انتجريشن تاخد الانجل اللي جوه تعمل ديفايدد ديريفاتيف اللي جوه الانجل يبقى اي تريك فانكشن بتعمل لها انتجريشن تعمل ديفايدد ديريفاتيف ما بداخل الانجل تمام وبعدين لو اداك ساين سكوير اكس دي ملهاش انتجريشن فلازم تفكها هاف ماينس هاف كوساين 2 اكس طب لو مديك كوساين سكوير اكس دي ملهاش انتجريشن فلازم تفكها هاف بلس هاف كوساين 2 اكس طب لو مديك تان سكوير اكس دي ملهاش انتجريشن فلازم تفكها سيك سكوير اكس ماينس 1 طب ساين اكس في كوساين اكس دي ملهاش انتجريشن فلازم تحولها بقانون الدبل اوف انجل تقسم بره على 2 وتضرب الانجل جوه في 2 وترجعها لاصلها اللي هي الساين وبرده عندك اللوز بتاعه التريج فانكشن تعال نشوف الاكزامبل بقى كوزين 2 باي دي اكس اولا كوزين 2 باي يعني كوزين 2 ملتبلاي 180 يعني كوزين 360 كوزاين 360 اصلا ب1 يعني انت اكنك بالظبط هتعمل انتجريشن لل1 طب ما انتجريشن لل1 هلزق فيها اكس بلس سي على طول فتطلع نمبر دي ساين سكوير اكس دي اكس بلس انتجريشن كوزاين سكوير اكس دي اكس ايه رايك مش دي انتجريشن ودي انتجريشن وفي بينهم بلس تقدر ترجعها لاصلها تخليها انتجريشن واحده واجمع اللي جواها الكلام ده تقدر تعمله سواء بلس سواء ماينس فدي اكنها بالظبط ساين سكوير بلس كوزين سكوير وانا لسه قايل لك حضرتك ساين سكوير بلس كوزين سكوير ب1 فهنا اكنك هتعمل انتجريشن لل1 طب ما انتجريشن لل1 اكس بلس السي فتطلع نمبر بي نمبر 3 كوزين 3 اكس بلس 1 عايز يعملها انتجريشن وبيقول لك بعد ما عملت لها انتجريشن طلعت كده عايز الايه بكام؟ عايز الايه بكام؟ طيب تعال نعمل انتجريشن للشكل ده انتجريشن الكوساين ساين والانجل تنزل زي ما هي على دريفاتيف ما بداخل الانجل او دريفاتيف الانجل اللي هي 3 الكلام ده بلس سي طبعا بيساوي a ساين 3 اكس بلس 1 بلس سي هو بيقول لك a بتساوي ايه الـ a اللي هو الرقم اللي قدام ساين 3x بلس 1، الرقم اللي قدام ساين 3x بلس 1 هي 1 over 3، لأن الـ 3 تحت، فتبقى الـ a بتساوي 1 over 3 اللي هي نمبر b. تعالى نشوف نمبر 4، نمبر 4 عايز يعمل انتجريشن لـ 2x بلس 3، كوزين 2x بلس 3 لسه قايلين انتجريشن لـ ساين 2x بلس 3 على ديريفاتيف اللي جوه اللي هي 2 بلس سي فدي ممكن اخليها هاف ساين 2x بلس 3 بلس السي اللي هي نمبر سي. نمبر 5 انتجريشن ساين سكوير 3x بلس كوزين سكوير 3x تقف اول ما تشوف ساين سكوير كوزين السكوير وجواها نفس الانجل اقدر اخليها ب 1 من غير ما افكر. ما دام جواها نفس الانجل والكوزاين عليها سكوير والساين عليها سكوير يبقى ب1 على طول بلس tan سكوير 3 اكس هو عايز يعمل انتجريشن للشكل ده طب ما ثواني ما انا ما عنديش انتجريشن للتان سكوير بس عندي 1 بلس tan سكوير يديني 6 سك سكوير مظبوط 6 سك سكوير نفس الانجل طب ما خلاص يبقى انا هنا اكني بالظبط هعمل انتجريشن لل6 سكوير انتجريشن 6 سكوير tan والانجل تنزل زي ما هي على الديريفاتيف اللي جوه الانجل اللي هي 3 بلس c، فيطلع الانسر 1 over 3 tan 3x بلس c اللي هي نمبر a، نمبر 6 2 كوزين سكوير x بلس 1 over كوزين سكوير x، عايز يعمل لها انتجريشن، ايه رأيك لو وزعت دول خليتها 2 كوزين سكوير x على كوزين سكوير x؟ بلس 1 على كوزين سكوير اكس وزعت الدينامينيتور طب ما كوزين سكوير اكس هتروح مع كوزين سكوير اكس يتفضل 2 خلي بالك كده انا لسه هعمل انتجريشن بلس 1 على كوزين سكوير يديني سيك سكوير مظبوط حلو قوي تعال اعمل بقى انتجريشن للشكل ده التو 2 هلزق فيها اكس والسك سكوير الانتجريشن بتاعها تان تان اكس بلس السي يبقى عندك 2x بلس 10x بلس c اللي هي نمبر a نمبر 7 بيقول لك فايند ايتش اوف ذا فولوينج 10x اوفر كو 10x بلس 1 عايز يعمل لها انتجريشن اولا 10x هي ساين على كوزاين ديفايدد كو 10x هي كوزاين على الساين صح بلس 1 زي ما هو بيقول طب ما انا ممكن اشيل علامه الديفايدد دي واحولها لمالتي بلاي واشقلب الفراكشن اللي بعديها هتبقى ساين اكس هنا وهنا كوزاين اكس وهنا ساين اكس وهنا كوزاين اكس اضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت هيديك ساين سكوير اكس على كوزاين سكوير اكس ساين سكوير على كوزاين سكوير طبعا الكلام ده بلس 1 هيديك تان سكوير بلس 1 طب ما تان سكوير ما دي كده تان سكوير تان سكوير بلس 1 يديك سيكس سكوير يبقى كل ده أكنه بسك سكوير إكس، عايز أعمل بقى انتجريشن لسك سكوير يديني تان إكس بلس سي تعال نشوف نمبر 2، عايز يعمل انتجريشن ساين باور 5 4x ساين 8x، الشكل ده مش مألوف بالنسبة لي، بس أنا أقدر أفك ساين 8x أخليها ساين 4x كوزين 4x وبره أضرب في 2 افك القانون بتاع ساين 8 اكس بقانون الدبل اوف انجل وهنا في مضروبه في ساين باور 5 4 اكس صح وعايز يعمل لها انتجريشن طب ما ساين باور 5 4 اكس في ساين 4 اكس يديني ساين باور 6 4 الانجل جوه 4 اكس تمام ودي كوزين 4 اكس واقدر اطلع ال2 دي بره الانتجريشن دي من ال بروبرتس بتاعت الانتجريشن طب ما تبص بعينيك بقى مش دي ساين باور 6 فور اكس هي اكنها بالظبط ساين فور اكس الاول باور 6 دي هي دي والله اهي في كوزين فور اكس وبره في 2 ما تنساهاش طب ما تبص كده براكت عليه باور ودريفاتيف اللي جوه البراكت بره بص كده دي ساين الدريفاتيف بتاعها كوزين اه بره بس المفروض يبقى فيه في 4 عشان بعمل اعمل ديريفاتيف الانجل فايه رايك لو زودت هنا 4 وضربت بره في 1 على 4 او عملت ديفايدد 4 يعني 2 ملتبلاي 1 على 4 هيديك هاف يبقى الشكل ده كله اكنه كده هنا في 4 وهنا في هاف تعال بقى اعمل انتجريشن ما دام الديريفاتيف بتاع اللي جوه البراكت بره اقدر على طول اخد البراكت ازود عليه واحد باور 7 على الباور الجديد بس كده بس كده واكتب بلس سي وما انساش ان في بره هاف مضروبه فيه هاف ملتبلاي ال1 اوفر 7 فهيديك الفاينل ريزلت 1 على 14 في ساين 4 اكس بلس السي 1 اوفر 14 ساين باور 7 4 اكس بلس السي تمام تعال نشوف نمبر 8 find the value of each of the following بيقول لك integration sin x plus cosin x الاول باور 2 براكت عليه باور 2 افكه الاول في نفسه يديني sin سكوير x الثاني في نفسه cosin سكوير x الاول في الثاني في الباور يديك 2 sin x cosin x حلو قوي لسه ما عملتش integration sin سكوير plus cosin سكوير يديني 1 بلس 2 sin x cosin x حضرتك هنا دي 2 ساين اكس كوساين اكس اقدر بدل هنا نفس الانجل اخليها ساين واحده اضرب الانجل جوه في 2 واقسم بره على 2 فيبقى 1 بلس ساين 2 اكس تعرف تعمل انتجريشن للمنظر ده؟ اه الاكس ال1 الانتجريشن بتاعها اكس بلس الساين الانتجريشن بتاعها نيجاتيف كوزاين فحضرتك هنا دي هتبقى نيجاتيف كوزاين 2 اكس على ديريفاتيف اللي جوه الانجل بلس السي بعد كده تعال نشوف نمبر 2 كوتان اكس في ساين اكس اولا كوتان اكس في ساين اكس اكنها بالظبط كوزين اكس على ساين اكس ملتبلاي ساين اكس الساين هتروح مع الساين فاكنك بالظبط بتعمل انتجريشن الكوزين طب انتجريشن الكوزين ساين بلس سي تمام نمبر 9 ساين اكس ماينس كوزين اكس الاول باور 2 براكت عليه باور 2 افكه الاول في نفسه التاني في نفسه الاول في التاني في الباور مظبوط مظبوط ساين سكوير بلس كوزين سكوير ب1 ف1 ماينس 2 ساين اكس كوزين اكس لسه ما عملش انتجريشن تعالى اعمل انتجريشن بس بعد ما تظبط الشكل ده ساين في كوزين جواها نفس الانجل يبقى هقسم بره على 2 واضرب جوه الانجل في 2 واحولها لساين فتبقى ساين 2 اكس وهنا 1 ماينس ساين 2 اكس تعال اعمل انتجريشن بقى للشكل ده اعمل انتجريشن فتبقى اكس بلس كوزين 2 اكس على 2 بلس سي لان حضرتك هنا الانتجريشن بتاع الساين نيجاتيف كوزين نيجاتيف في نيجاتيف هيتحول لبوزيتيف على ديريفاتيف اللي جوه الانجل تعال نشوف اكزامبل نمبر 10 بيقول لك فايند انتجريشن 1 ماينس كوزين اكس الاول باور 2 براكت عليه باور 2 افكه الاول في نفسه الثاني في نفسه الاول في الثاني في الباور عايز يعمل انتجريشن للشكل ده اولا كوزين سكوير قلنا بنفكها هاف بلس هاف كوزين دبل اوف انجل اللي هي 2 اكس ماينس 2 كوزين اكس وهنا بلس 1 1 بلس هاف يديني 3 اوفر 2 لسه لحد دلوقتي ما عملتش انتجريشن تعال نعمل انتجريشن بقى 3 اوفر 2 هلزق فيها اكس هنا بلس هاف انتجريشن الكوزاين يديني ساين 2 اكس على ديريفاتيف ما بداخل الانجل اللي هي 2 2 ملتبلاي 2 يديني كل ده ب 4 ب 4 ساين 2 اكس ماينس انتجريشن الكوزاين اتفقنا بساين وادي 2 تمام وفي الاخر خالص هكتب له بلس السي وبكده بفضل الله نكون خلصنا الريفيجن بتاعتنا يا رب اكون فدتك بقدر كافي لو عندك اي مشكله او اي استفسار تقدر تتواصل معانا على رقم السبورت تيم الخاص بينا اشوفكم على الف خير باي باي. دلوقتي مع باشمهندس محمد علاء ميز نفسك واحضر في اقرب مكان ليك في الشيخ زايد او اكتوبر او شبرا او الهرم او التجمع او مدينه نصر او مصر الجديده مع باشمهندس محمد علاء هتقفل ماث بدون عناء للحجز والاستفسار.